السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواطنون مع وقف التنفيذ. سكان الجنوب سنوات من التهميش والإقصاء والمعاناة، مواطنون يكابدون الحياة البدائية ويتنقلون إلى الشمال من أجل العلاج والاسترزاق، أطفال يقطعون عشرات الكيلومترات للوصول إلى المدارس، شباب يعانون البطالة ويشعرون بالغربة في وطنهم، تهميش بيروقراطية، إقصاء ومعاناة. لسان حالهم يقول لا نقبل أن نكون مواطنون من الدرجة الثانية ولا نقبل أن نكون فقراء في بلد غني. منطقة الجنوب الجزائري تشهد منذ العام الماضي حراكا اجتماعيا مستمرا لمطالبة السلطة بتغيير نظرتها وتعاملها مع الجنوب الكبير، هذا الجنوب الذي يعتبر مخزن الثروات والبحبوحة التي لم تزد المسؤولين إلا ثراء وسكان الجنوب إلا عزلة وتهميشا. فمن آبار النفط وحقول الغاز التي لم يجن منها أبناء المنطقة سوى التلوث، يأتي الغاز الصخري ليزيد من عمق معاناة سكان المنطقة. التنمية في الجنوب ومشروع تفعيل الغاز الصخري هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. أدعوكم مشاهدينا في البداية إلى متابعة هذا المقطع ثم نعود للنقاش. باش نشجعكم تمشوا في مجال المحروقات الصخرية الشيستود، والشركة عندها القدرات أولا باش تشرح باش تطمن المواطن الجزائري أن هذا الباب هذا مش راح يكون باب جهنم عليها والمغامرة بصحته وبحياته، بل بالعكس هو باب ضمان مستقبل أحسن له في مجال الطاقة، ومستقبل أحسن كذلك للجزائر في مجال استمرار مداخلها من باب الطاقة. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين التنمية في الجنوب ومشروع تفعيل الغاز الصخري، معنا مجموعة من الضيوف المحللين والاقتصاديين والأساتذة ونشطاء حقوقيين وفي المجتمع المدني. بداية أرحب بالأستاذ محاد قاسمي، صحفي وناشط حقوقي من أدرار عبر خدمة سكايب، كما أرحب بالدكتور أحمد طرطار، أستاذ جامعي وباحث اقتصادي. أبدأ مع الدكتور أحمد طرطار، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور أحمد طرطار. مفارقات مثيرة متعلقة بواقع مدن الجنوب الجزائرية، على الرغم من كونها مصدر ثروات النفط والغاز التي تدر ب 98% من المداخل المالية للجزائر، ما يحدث في الجنوب من تهميش وحقرة وإقصاء هو موضوع حلقتنا اليوم، فما تعليقك على هذه المفارقات أستاذ أحمد طرطار؟ للأسف الشديد يعني هذا مع الجزائر لها امتداد طويل في المنطقة الصحراوية، وبالتالي تدخل هذه المنطقة بعديد الخيرات المتناهية وتحمل الركائز الأساسية التي تساهم في تنمية البلد، خاصة من خلال موضوع الجدار البترولية. إلا أن ربما هناك نوع من سوء التوزيع فيما يتعلق بغسيل هذه الخيرات وإعادة تدويرها إلى منطقة الصحراء باعتبارها منبع في هذه الخيرات. وكذلك نجد هناك نوع من عدم التركيز على منطقة الصحراء باعتبارها أقطاب إما تكون صناعية أو أقطاب زراعية أو أقطاب أخرى في المجال الاقتصادي، مع الجانب اللي هو استخراج النفط والغاز وإعادة بيع هذا النفط والغاز بطرق بعد تقليلها أو تنقيلها. للأسف الشديد هذا هو واقعنا وهذا هو واقع منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية. ابقى معي دكتور أحمد طرطار إذا سمحت، ابقى معي. ينضم إلي الآن الأستاذ عبد القادر لكح، المحامي وناشط حقوقي من تيسم سيلت، مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. التنمية في الجنوب، التنمية في الجنوب ومواطنون يعانون من التهميش والحجرة والإقصاء، البيروقراطية، بطالة، أطفال يعانون في الذهاب إلى المدارس، كل هذا يعاني منه سكان منطقة الجنوب. كيف تحطنا في الصورة التي يعيشها أنت محتك بالسكان هناك؟ ممكن تضعنا في هذه الصورة في الواقع؟ نعم، مساء الخير. مساء النور. على كل حال احنا رانا نشوفوا باللي الغاز راه يمر، القنوات تمر حوالي 30 كيلومتر 20 كيلومتر ممكن امام الباب، ومغلب معظم او اغلب السكان نتاع الجنوب ما يستفادوش، ما عندهمش الغاز في المنازل تاعهم اولا. ثانيا الشعب تما راه يعاني من ازمات كثيره، من بينها عدم وجود مستشفيات في المستوى، عدم وجود اخصائيين، البطاله، الفقر، السكن ما كاينش، عدم احترام الانسان كانسان. وجدت المشكله الكبيره اليوم اللي راهم يعانوا منها هي قضيه الغاز الصخري. اللي على كل حال المانيا وامريكا وفرنسا والارجنتين ما قبلوهاش. في فرنسا كذلك هناك قوانين يعاون استغلال الغاز الصخري. ميلونسو على كل حال زعيم اليسار الفرنسي دعا الجزائريين، الاغلبيه تاع الشعب الجزائري لمنع استغلال الغاز الصخري. والمجتمع الفرنسي منهم التنظيمات على كل حال منعوا استغلال هذا الغاز الصخري اضرارا بالايكولوجيا والاختزالات والاثار تاعو على الانسان والحيوان على كل حال. اذا من هذا الباب نشوفوا انه القانون حتى من الناحيه القانونيه وجب القاء قانون المحروقات المعدل في جونفي 2013 على النواب على كل حال يصححوا الاخطاء تاعهم. القانون هذا كان يسمح باستغلال الطاقات غير التقليديه منها النفط والنفط الصخري، هذا الغاز الصخري. قانون المحروقات حتى في مدته هذا 35 و36 يعطي حق الامتياز لمده 50 سنه للشركات الفرنسيه والامريكيه المتواجده على كل حال بالاستغلال. اذا هذا يمس بالسياده كانما رانا نبيعوا في البلاد. كذلك نشوفوا ان تصرف الحقول هذه مثلما شاءت يسمح له القانون للشركات اللي تقوم بالتنقيب، والشركات الاجنبيه تستعمل بانتاج اكبر كميه ممكنه في اقصى ظرف، لان العقود عاده ما تكون محدده زمنيا. على هذا الاساس نشوفوا انه الناس الجنوب راهم يعانوا واحد الحكره كبيره. نعم سمية. نعم اسمح فيك، ابقى معي الأستاذ عبد القادر لك حل. أعود إلى ضيفي الأستاذ دكتور أحمد طرطار. دكتور أحمد طرطار، التحدث عن الغاز الصخري وعودة الحكومة لاستخراج واستغلال هذا الغاز الصخري أثار ضجة إعلامية واجتماعية في الجنوب، ما سر وراء كل هذه الضجة أستاذ أحمد طرطار؟ هو في الحقيقة هذه الغزة هي غزة ربما وليدة الغزة السابقة اللي تم فيها وقوف كثير من أهالي منطقة الجنوب ضد هذا الغاز الصخري، باعتبار أنه ربما له مضار أيكولوجية لاحقة سواء على سطح الأرض ولا على باطن الأرض، أنه له تأثير على إمكانية تسريب المياه جراء عملية التفتيت والتكفير التي تقع على الصخور في الأرض. لكن في الحقيقه لو نتامل يعني بنوع من الموضوعيه استاذه، نعم، هذا الامر متاح في امريكا بشكل يعني عادي، ومنصات انتاج الغاز الصخري والنفط الصخري قائمه وليس لها اي تاثير ربما، وتدعم المخزون الامريكي بكثير من الامكانات قويه. وكذلك نلاحظ بالمحاولات الفرنسيه جادة في فترة سابقة، لكن ربما اصطدمت فقط حقوق أو ما يسمى بالمحافظة على البيئة، وبالتالي كان هناك نوع من التناطح بين القوى الساعية، القوى الصناعية الساعية لتوطين هذه الإمكانية في فرنسا، وكذلك الأطراف اللي هي تحافظ على البيئة وتدرس التأثيرات السلبية على البيئة. ولهذا كان هذا اللغط، وانت تعرفي استاذة انه كل ما ياتي من الخارج يكون محل تردد، يكون محل ريبه
خاصه في فرنسا احنا نعرف هذه ما تظنش خير مهما كان، وانه باعها الموجود في المنطقة باع سيء جدا، وبالتالي سمعة سيئة جدا. وبالتالي لما تكون فرنسا داعية لهذا الأمر ولا تستطيع تطبيقها تطبيق هذا الأمر في بلدها وتحاول تصديره للجزائر، يكون هناك نوع من الربا نوع من ردة الفعل. طبعا إلى هذا احنا لدينا لحد الساعة نوع من البدائل. احنا لحد الساعة لسنا في حاجة ماسة إلى إنتاج الغاز الصخري أو النفط الصخري. لماذا؟ لأن أراضينا شاسعة وصحرانا شاسعة وتزخر بكميات مهولة من النفط. فقط إذا الآن هذا النفط ربما نتوقع إمكانية توفيره للأجيال اللاحقة في سياق ما يسمى بالتنمية المستدامة، هذا يصبح نقاش وأمر آخر. واضح. ابقى معي الدكتور أحمد طرطار إذا سمحت. أرحب بالأستاذ محاد قاسمي، صحفي وناشط حقوقي. من يبدو فقدنا الاتصال بمحاد. أعود إلى ضيفي الأستاذ عبد القادر لكحل، المحامي الناشط الحقوقي. أستاذ عبد القادر لكحل، لماذا التركيز على مشروع الغاز الصخري وإهمال البنية التحتية في الجنوب، خصوصا وأن لا توجد هناك مستشفيات، طرق غير معبدة، الشباب يعاني من بطالة؟ ما تعليقك أستاذ عبد القادر؟ نعم شكرا. اولا نروح لقضيه لو كانت تسمحيلي، قضيه اولا الغاز الصخري. اولا لا يناسب المناطق القليله التنميه لانه تحتاج الى تنميه هائله، لكن خطر ثروه التنميه توفيه. التكسير الهيدرو جيدي قد يسبب شقوق كبيره جدا، هجره الغاز من الصخره الام، الاضرار منها التلوث، الهواء، الماء، خرق الطبيعه، طبقه الاوزون، يقتل الحيوان والانسان، حتى النبات يقتل. الانسان في هذه المنطقه كذلك احتباس الحراري لسينا، الانسان في هذه المنطقه على كل حال عنده بدائل، البدائل هي الحلول والبدائل هو اولا استغلال مثلا المياه في الثوره الصراعيه على كل حال، منها الرش المحوري قابل لحفظه مرتين. هناك من المفروض يكون مشروع اقتصادي فلاحي كبير. سنعود استاذ عبد القادر اذا سمحت، سنعود للحديث عن البدائل والحلول فيما بعد، لكن الحديث الآن عن التنمية في الجنوب. هل هذا الغاز الصخري والتركيز عليه، هل هو فعلا سيحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وسيفك كل العزلة التي يعاني منها الجنوب الجزائري؟ نشوفك مع انهيار أسعار النفط على كل حال، ما تتوى من الغاز الصخري أولا، ما تتوه كذلك من ناحية الاقتصادية، انهيار الأسعار يؤدي إلى تكلفات تكون كبيرة، مثلا 25 مليار دولار إذا كان 50 نصف المبلغ يوحنا وش نستفيد؟ بالضرورة تكون هناك انهيار كبير لا سيرفوز ديكسيون، الان اذا كان البرودوي مثلا الانتاج يكون كثير، يكون انهيار كبير ونزول سعر هذا الغاز الصخري. كذلك رانا نشوفوا بالنسبه لمجلس الوقت للطاقه راه متمد عده سنوات ما تعرفوا في بخصوص القضيه هذه. احنا عندنا البترول، عندنا مثلا تونس والمغرب ما عندهمش بترول، ولكن عندهم سياحه غير اخرى عايشين في بحر محمد الحمد لله بارابور لبلادنا. علاش احنا ناخذ الغاز الصخري؟ واضح. ابقى معي الأستاذ عبد القادر لكحل إذا سمحت. ابقى معي. أرحب بالأستاذ محاد قاسمي، صحفي وناشط حقوقي عبر خدمة سكايب. مرحبا بك أستاذ محاد. مرحبا بك والشرف بالاستضافة. والآن أنا متواجد في ولاية ورقلة، أنا أسكن أضرار ومتواجد بولاية أضرار بهدف تنسيق ومحاولة فتح الحوار من أجل مواجهة المرحلة المقبلة واستعداد للمرحلة المقبلة. نعم أستاذ محاد، التركيز على الغاز الصخري واستخراجه يعني استغلاله في منطقة الجنوب، هذا الجنوب الذي يعاني من عزلة شاملة في البلاد، ألا يجدر بالحكومة أن توفر مشاريع تنموية تنقذ الجنوب الجزائري من هذه العزلة، من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها سكان الجنوب خاصة الشباب والبطالة؟ ما تعليقك؟ نحن نعلم جيدا أن
ان بعد الاستقلال هناك نبره ضيقه، حول النظام جعلنا نعيش هذا الوضع بسبب الشيوخ والكهول اللي كان يتعامل معهم بصوره صوره استصغار، نقدر نسميها صوره استصغار لا مبالاه، وكانهم لا يعلمون ومش مطلعين على العالم. ولكن الشباب الحالي هو يعلم جيدا حجم التحديات وحجم الرهانات اللي لازم يتحملها في المستقبل. هو بدا النضال منذ 2011 وبداه قبل 2011 2003 2004 ومن 2011 الى 2017 هناك مرحله اخرى، ومن الان من 2017 الى 5 سنوات القادمه هناك مرحله اخرى نحن الان نحاول الاستعداد لها. وهو نحن نعلم جيدا ان النضال الحقوق لا تاتي الا بالنضال، وفي الاخير مهما كانت هذه النضالات مطالب اجتماعيه او مطالب متخصصه بالبيئه، ولكن في الاخير يجب ان ينتصب في فكر سياسي. الفكر السياسي نابع من قناعاتنا ومن منطلقاتنا الخاصه. نعم، هناك تخوف كبير أستاذ محاد عن من تبعات استخراج الغاز الصخري من الجنوب. هذا التخوف له مبرراته، مبررات علمية بالدرجة الأولى. ما تعليقك على هذه المخاوف العلمية التي قد تهدد صحة وبيئة الجنوب؟ سؤالك سوف يجرني إلى اتجاه السلطه لفتح الحوار حول مشروع الغاز الصخري، ويحيى والحكومه التي تحاول الهروب من المناقشه السياسيه والمناقشه الاقتصاديه وتوزيع الثروه الى المناقشه التقنيه فقط، رغم اننا لدينا المعلومه الكافيه وحاولنا اننا نستورد الافكار ونستورد المعلومات والاخطاء اللي وقعت في العالم والتجارب في الدول التي وقعت من قبلنا. نحن لا ندعي اننا تقنيين، ونحن لا ندعي اننا نملك المعلومه الحقيقيه، ولا سلطات وخبراء يملكون المعلومه الحقيقيه. عندما الغاز الصخري اكتشف في السبعينات ولم يستغل الا في بدايه التسعينات، وظهر بصوره قويه في الالفينات، وهو كمنتوج وكتقنية هو مستورد من شركات تنتج فيه حاليا وهي شركات أمريكية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سوناتراك هي التي تقنعنا بأنه ضار للبيئة أو غير ضار للبيئة. سوناتراك لم فشلت في تأمين منطقتنا ومنطقة الصحراء من المخاطر البيئية في البترول العادي، وبالتالي النقاش جعله في شقه التقني ومن سوناتراك وبمجتمع مدني غير متكون هذا خطأ. ابقى معي إذا سمحت الأستاذ محاد قاسم، يعود إلى ضيفي الدكتور أحمد طرطار. دكتور أحمد طرطار، هناك مخاوف عديدة من استغلال أو استخراج الغاز الصخري، خاصة من ناحية البيئة والحفاظ على البيئة. ما تعليقك كرجل اقتصاد على هذه المخاوف من قبل سكان الجنوب؟ هو أستاذ يعني للأمانة العلمية أنه في الحقيقة أنه مثير هذه المخاوف وبالتالي تشديدها في الواقع العملي أمر ما زال لحد الساعة محل نقاش. ونقول باللي في الآونة الأخيرة يعني منذ سنتين خلت إلى يومنا في هذا، وجد هناك نقاش فكري عميق حول إيجابيات وسلبيات الغاز الصخري. ونظن منذ سنتين أنجزنا على مستوى كلية الاقتصاد بدمشق مؤتمر في هذا الإطار، وكان فيه نقاش ثري بين مؤيد لامتلاك هذه الإمكانية البديلة وبين معارض، وبعض المعارضين يستندون إلى الجانب البيئي دون غيره. لكن نقول إذا أمكن للدولة الجزائرية طبعا الاستفادة من تكنولوجيا امتلاك هذه الطاقة بلوازمها البيئيه، يعني المحافظه على البيئه وتطمينات الاهالي على المحافظه على البيئه، يمكن عند اذا ثبت انه
انتاج هذه الطاقه يكلف اقل مما هو انتاج الطاقه القديمه اللي هي طاقه البترول والغاز. لكن استاذ دكتور احمد طرطار، كل الاقتصاديون يعني في مختلف بلدان العالم اكدوا ان تكلفه استخراج هذا الغاز الصخري ستكلف تكلفه غاليه. يعني الجزائر في هذا الظرف بالذات تعاني من ازمه ماليه حاده، يعني تكلفه استخراج هذا الغاز في هذا الظرف بالذات سيكون عواقبه وخيمه على الاقتصاد البلدي. هذا ما اؤكد عليه استاذ، انا نقول باللي الظرف الحالي نظرا لضحاله القدرة المالية للجزائر وبالتالي يعني تصادمها مع واقع الصدمة البترولية اللي هي امتدت من 2014 إلى اليوم وتأثيراتها السلبية، لا يمكن بصورة أو بأخرى جلب أولا التكنولوجيا اللي هي ستكلفنا غاليا من الأمريكان، وكذلك أنه ستكون التكلفة باهظة بالمقارنه مع استهلاكات وانتاجات البترول والغاز الطبيعي العادي. وعندئذ يصبح الغاز الصخري حتى اذا شكل بديلا ايجابيا ليس محله الان، احنا الان نمر بازمه اقتصاديه خانقه، وهذه الازمه الاقتصاديه تتطلب تضافر جهود، تتطلب تدنيه التكاليف الى حدها الادنى في المجالات المختلفه، تتطلب شبه العزم ونجد في تكريس المشاريع اللي هي اقل كلفه ويمكن احتماد جميع رغبات الجزائريين بغض النظر على توجهاتهم واماكن تواجدهم الى اخر من الاشياء. وعندئذ يصبح الغاز الطبيعي في الغاز الصخري في وضعيته الحالي ربما نقول مربك بالنسبه للجزائر. اما في الامتداد يعني اذا ما اثرت الظروف وامتدت الافاق لا يمكن عندئذ ان يشكل بديل لما لا اذا فقط اذا ما استطعنا ان نستلهم التكنولوجيا المجسده له من الغرب اللي هو بادر بهذا خاصه امريكا. اشكرك جزيل الشكر الدكتور احمد طرطار الاستاذ جامعي وباحث اقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. اعود الى ضيفي الاستاذ عبد القادر لكحل المحامي والناشط الحقوقي. استاذ عبد القادر لكحل، كلنا نعلم ان الغاز الصخري اتفق الاقتصاديون على ان تكلفته ستكون باهظه جدا، الجزائر تعاني من ازمه ماليه حاده، لماذا اختار ويحيى في هذا الظرف بالذات الحديث عن هذا الغاز الصخري فيما يمكن الحديث عن مشاريع تنمويه اخرى، مشاريع زراعيه توفر الرخاء لسكان الجنوب، ما تعليقك؟ والله هي بالنسبه لي لا مكان ولا زمان من المفروض يسمح الرئيس الحكومه ويحيى انه كانما انا اشعر كانما يبحث انه يدير من الغليان في الجنوب ولا من جهه اخرى يغطي بعض النقائص اللي راهي موجوده في اولا غياب الرئيس، هذا الرئيس غياب الرئيس راه ظاهر للعيان، واذا ظهر الله يجيب له الشفاء باش يتكلم اولا. بالنسبه للبرلمان الفئه الشرعيه 80% ما صوتوش، واللي صوتوا بثلاثه ايام اوراق البيضاء. المجتمع كله على كل حال ما نشوفه في الوقت الحالي ضد استغلال الغاز الصخري، وانا بالنسبه لي على الحكومه ان تستبعد ذلك من خلال فتح نقاش وطني واسلوب حوار مع المجتمع المدني وطرح الافكار على كل حال من خلال الاخصائيين الخبراء اللي يبينوا الفوائد والاضرار، تكون استشاره شعبيه واستفتاء من خلال المجتمع المدني. الدولة في الاخير واش هي الشعب والاموال هذه تعمل تاع الشعب، ولا في النقاش الوطني والعالميه ويقولوا كيف في استخراج الغاز الصخري. ولكن اذا مشينا بهذه الاحاديه نتاع الحكومه، انما الحكومه ماشيه وماشيه لا تسمع لا للمجتمع المدني لا للشعب. بالنسبه لنا احنا البرلمان اذا كنا الحكومه اوعيها وقلنا البرلمان ان البرلمان فقط شرعيه ونعرفوا باللي الاحزاب سواء تاع الان تي ولا اشرن الناس حقرات بالشكاره
وتم ومنشلت مناصبها، الناس كاع ماهوش مناضلين في كتاب التحرير الوطني، القضيه حتى ولد عباس دعوا قرائين، سلينا زوين نائب معها، حبت تدي من عنده الرشوه، صورها تنطر وصورها، اذا انا بالنسبه لي هذا البرلمان فاقد الشرعيه، هذه الحكومه فاقده الشرعيه، على اساس واش؟ على اساس كل ما بني على باطل فهو باطل. ابقى معي الاستاذ عبد القادر لكحل اذا سمحت، ابقى معي. ينضم الي الان الاستاذ سليمان ناصر استاذ العلوم الاقتصاديه في جامعه ورقلة. مرحبا بك استاذ سليمان. مرحبا بكم وبالساده المشاهدين. نعم استاذ سليمان، ويحيى يعطي الضوء الاخضر لاستغلال الغاز الصخري، هذا الغاز الذي يتطلب طاقات وأموال كثيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لماذا التركيز على هذا الغاز الصخري في هذا الظرف بالذات؟ والله يعني يجب أن نفهم أولا بأن الحكومة لجأت إلى استغلال الغاز الصخري أولا، يعني بعد انهيار أسعار النفط والشح الكبير الذي وقع في المداخل المالية للبلاد، ثم الشيء الآخر الذي دفع المسؤولين إلى هذا التفكير في هذا الشراء هو أنه لا ننسى أن هناك تزايد كبير في الطلب المحلي على الغاز، وبالتالي يعني يقصد الاستهلاك المحلي، وبالتالي يمكن يعني بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو ربما حتى عقب الجزائر لا تستطيع أن تلبي حتى الطلب المحلي، فما بالك بالتوضيح. فلذلك قال المسؤولون بانه نحن نملك قدرات هائله، خاصه كما نعلم ان الجزائر تملك رابع احتياطي في العالم من الغاز الصخري بعد الصين والارجنتين والولايات المتحده الامريكيه. وصحيح ان يعني تكلفته مرتفعه، يعني تكلفه الاستخراج مرتفعه يعني مقارنه بالغاز العادي، وان العالم كله الان يتجه الى الطاقات النظيفه والطاقات المتجدده مثل الطاقه الشمسيه الى اخره، ولكن يعني ارى ان الحكومه كانت مجبره يعني من دخلت الى هذا المجال او فكرت في هذا الامر من باب يعني مكره اخاك لا بطل. ولكن الشيء المحير يعني دعيني اقول هناك تساؤلين يعني صراحه يطرحهما الكثير من الناس بما فيهم يعني نحن كمحللين في هذا الموضوع بالذات. الشيء الاول لماذا يعني تصريح يحيى في هذا التوقيت بالذات؟ صحيح ان الجزائر يعني كانت تعيش ازمه ماليه خانقه، وبالتالي كانت مضطره كما قلت كما اشرت في البدايه، ولكن السيد يحيى كان المفروض ان يفكر قبل هذا التصريح بان الجبهه الاجتماعيه على صفيح ساخن. يعني هناك غلاء شديد في المعيشه، هناك ارتفاع كبير في الاسعار، ويعرف جيدا ان هذا الموضوع عندما اثير منذ سنتين او ثلاثه لقي معارضه شديده وشديده جدا من ابناء الجنوب، خاصه من ابناء منطقه عين صالح. نعم. لانهم نفس المنطقه التي يعني الاقليم الذي سوف يستغل منه الغاز الصخري. وعندما يرى السيد في هذا الرب الشعبي الكبير، وخاصة أن الجزائر كلها على صفيح ساخن، الجبهة الاجتماعية يعني قابلة للانفجار في أي لحظة، قابلة للاشتعال. للأسف انقطع الخط من الأستاذ سليمان ناصر، في انتظار الاتصال به مجددا. أعود إلى ضيفي الأستاذ محاد قاسمي عبر خدمة سكايب. أستاذ محاد، هل الضرورة التي تعيشها البلاد، هل هناك جدوى فعلا من استغلال هذا الغاز الصخري؟ أعتقد أن يحيى يحاول ان يستفز، فعلا يستفز المجتمع وان يظهر بمظهر القوه ومحاوله ابتزاز وجعل البلبله داخل الجنوب وخلق قضايا لا يحاول الهروب منها، من مشاكل كبيره تواجه الدوله الجزائريه، والحكومه هي مسؤوله عن هذه التحديات الكبرى التي تواجهها من ناحيه النقد والقرض، من ناحيه الاموال، من ناحيه الاقتصاد، ومن ناحيه خلق اقتصاد قوي، او من ناحيه الفساد او ولكن انا نجاوب لكل من يعتقد ان سكان الجنوب انهم اغبياء الى هذه الدرجه انهم يستفزون
هم من يقررون متى ياخذون المسار الذين يريدونه، سواء الاحتجاج او مطالب سياسيه او تكوين، او نحن لدينا نخب قادره على قراءه المشهد الوطني وتحليله بعمق، وبالتالي اخذ المسار الصحيح حسب المرحله وحسب التوقيت. وعندما نريد الخروج للشارع سوف نختار المرحله والطريقه التي نريدها حسب قراءتنا نحن، وليس كما تريد السلطه. السلطه صورتنا في اجنده نتاعها، وهذا بكل وضوح. نحن الان سوف نذهب الى تكوين مده اشهر او سنه وربما، واذا اتخذ القرار فعليا بدون فتح الحوار الجدي، واقول فتح الحوار ليس التقني فقط ولكن الحوار اقتصادي وسياسي وتوزيع الثروه، ولماذا هذا الجنوب الذي همش لمده سنوات منذ الاستقلال، ولماذا هذا الجنوب التي استنزفت الثروه منه الان، ثروه الغاز والبترول العادي، والان تذهب الى استغلال الغاز الصخري بدون استحياء وبكل استعلاء وكل احتقار لهذا المجتمع، لماذا تريد السلطه من هذا الجنوب العام؟ ماذا تريد؟ الا اذا كان من يعتقد انه هذه السودان اخر سوف تكون في الجزائر مستقبلا، ونشاهد المشهد نتاع الرئيس السوداني مازال يقص بالعصا نتاعو والبلاد مقسمه، هذا لن يحدث. نحن سوف نحافظ على وحده هذه البلاد وسندافع عن حقوقنا ونكون اكثر نضج حتى من هذه السلطه الحاليه. ونقدر اذا سمحت نعطيك بعض العناوين فقط الموجوده الان اللي ناقشناها اليوم فقط. نعم تفضل. ممكن النقطة الأولى اللي ناقشناها، المنهج الاستخراجي والاستنزافي كنمط للتنمية، المنهج الاستخراجي الاستنزافي كنمط للتنمية، سياسة الهيمنة الاستعمارية، الاتحاد الأوروبي والطاقة، الرأسمالية والسيادة على سيادة الشعوب، وأخذنا أمثلة حول العالم من هذه المناهج الاستخراجية، وكذلك حق الشغل كمطلب وآفاق الصراع الطبقي، واعتصام الحركات الكاميرون في الحركات الاجتماعيه في تونس، واخذنا مقارنه بيننا وحنا كحركه بالطالب في الجزائر، ودرسنا هذا بكل عمق، وحاولنا اننا نضع نفوسنا كنفوسنا مع هذه الحركات الموجوده في تونس او المغرب وحركه الريف، وبالتالي نحاول نحسن القراءه، وكل هذه المناطق المهمشه التي تعيش على اطراف دولها ولهذا الحراك الموجود، وكيف نقدر نخلق حركه مغاربيه في المستقبل، فربما اذا قدرنا نتواصل معها بشكل جيد، وسنمارس بكل وضوح سنمارس السياسه التي تدافع عن حقوقنا، وكل الحقوق التي ندافع عنها سوف ندافع عنها، وسنصدر افكار هذه الاجيال القادمه ان شاء الله. ابقى معي الأستاذ محاد قاسم. يعود إلى ضيفي الأستاذ سليمان ناصر. أستاذ سليمان، هناك من يقول أن حراك وصل إلى ذروته في الجنوب، وسيصل حسب ما تفضل به الأستاذ محاد قاسمي، لأنه ليس هناك نقاش، ليس هناك فتح حوار من قبل السلطة مع الجنوب، مع سكان الجنوب. لماذا كل هذا التكتم من قبل الحكومة؟ والله لو سمحت لي الأخت، يعني قبل انقطاع المكالمة كنت أود أن أكمل النقطة الثانية، يعني لو سمحت لي فقط ثم أرجع إلى جواب على سؤالك. معليش. تفضل أستاذ. طيب، قلت إذا الأمر المثير في الموضوع لنا كمحللين أو كخبراء، النقطة الأولى، لماذا السيد يحيى رئيس الحكومة يختار هذا التوقيت بالذات للإعلان على العودة إلى الشروع أو التفكير في استغلال الغاز الصخري، خاصة وهو يعلم أن العبء الاجتماعية في الجزائر على طفيح ساخن، وهو يعرف الرفض الشعبي الكبير الذي لقيه هذا المشروع منذ سنتين أو ثلاث. هذه النقطة الأولى المثيرة للاستغراب. النقطة الثانية، صراحة قلت بأنه الشعب الجزائري كله ينتظر من الحكومة برنامج لتنويع الاقتصاد، وقد وعدت بذلك بالفعل، يعني سواء الحكومة سلال من خلال برنامج النموذج ما سمته، يعني تجاوزا النموذج الاقتصادي الجديد،
ولم يكمل السيد سلان، ثم جاء بعده السيد تبون لفترة قصيرة، ثم جاء بعده السيد يحيى، وكلهم يرفعون شعار تنويع الاحتفاظ. الغريب في الأمر أنه عندما نعود إلى الإعلان عن الشروع في استغلال الغاز الصخري، وفي نفس الوقت نقول للناس بأننا نفكر في تنويع الاقتصاد، ولم ينجح في ذلك في أيام البحبوحة المالية عندما كان البترول يساوي 120 دولار أو أكثر للبرميل، وكانت الخزينة خزينة الدولة فيها رعية حوالي 200 مليار دولار. الآن المفروض كان يعني الظروف تجبرنا أننا نتجه نحو تنويع الاقتصاد، لكن عندما تعلن الحكومة عن طريق السيد رئيسها بأن هناك نية في استغلال الغاز الصخري، فإن كان طاري بالانطباع للرأي العام أن هناك نية أصلا للمضي في تنويع الاقتصاد. أعود الآن إلى جوابا على سؤالك. أرى أن الرفض الشعبي في منطقة الجنوب، يعني أبناء الجنوب صدقيني بأنهم يرون بأنهم مهمشون من حيث التنمية، وأيضا يرون بأنه ما حدث منذ سنتين أو ثلاثة من رفض شعبي عارم لاستغلال الغاز الصخري نظرا لمخاطره على البيئة، وخاصة على المياه الشرب ومياه السقي إلى آخره، يعني المخزون الجوفي أقصد من المياه الجوفية. نعم، تدخل السيد رئيس الجمهورية. نعم، المياه الجوفية. تدخل قيل لنا بأن السيد رئيس الجمهورية تدخل في وقتها وقام بتجميد المشروع، ولكن الآن عندما يتم الإعلان عن العودة إلى استغلال هذا الغاز الصخري، فذلك يثير تساؤلات كثيرة، إما أن الحكومة لا تعترف بقرار رئيس الجمهورية، إما أن الحكومة لا تعترف بالرغبة لأبناء الجنوب الذين يرفضون هذا الموضوع جملة وتفصيلا. نعم. وبالتالي أرى أن الحل في هذه القضية حتى ولو كانت الحكومة مضطرة لاستغلال هذا الغاز الصخري بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، فأرى أنه لابد من فتح نقاش وطني كبير وواسع وشامل، سواء مع طرف الخبراء، سواء مع الجمعيات، سواء مع الفاعلين في المجتمع المدني، كلهم يجب أن يعني يجلسوا، المنتمين يجلسوا على طاولة حوار، والخبراء الذين يرون أو يفتون بالسلطة بأن هذا الغاز الصخري ليس فيه خطر على البيئة وليس فيه خطر على ماكري، يستطيعون أن يقنعوا هذا الشعب طبعا عن طريق ممثلين وعن طريق وسائل الإعلام بأن ليس هناك خطر، عندما يقتنع الشعب بأن ليس هناك خطر وأن النصائح التي تأتي من خبراء صادقين ليسوا خبراء يعني موالين للسلطة أو محسوبين من فقهاء السلطان كما يقال، عند ذلك يمكن أرى أنه يمكن أن يتغير أو يتلحلح قليلا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سليمان ناصر، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة ورقلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي الأستاذ عبد القادر لكحل، المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ عبد القادر لكحل، أستاذ سليمان ناصر أثار نقطة هامة، قال لابد أن هنا أن يفتح نقاش واسع لكل الأطراف، أطراف المجتمع، من يعني مواطنين ومن جمعيات ومن سلطة أيضا، ما تعليقك أستاذ عبد القادر لكحل؟ نعم، أولا أنا أشعر أنه يعيش في الشعب من جهة، من جهة أخرى يجب فتح نقاش وطني، مش نقاش جهوي غير يخص أصحاب الصحراء، لأنه الصحراء نتاعنا وهي جزء من الوطن ككل. طبعا هو أثار هذه النقطة، قال لابد من فتح نقاش وطني شامل. نعم، ونقاش وطني شامل، استشارة شعبية مثلا، يكون استفتاء شعبي، ويكون كاع المجتمع، كاع فعاليات المجتمع المدني والمجتمع والشعب يكون حاضر، ويجيبوا في كذلك أخصائيين وخبراء يقنعوا الشعب. يا أخي الكريم، إذا كان فيه فائدة راه الشعب يعرف والأخصائيين راهم يناقشوا هذه القضية، وإذا كان فيه ضرر فيه ضرر ما نحتاجوش. نعم. ولكن لحد الساعة رانا نشوفوا باللي المجتمع ككل ضد استغلال الغاز الصخري، ولكن رئيس الحكومة راه خرج لنا خرجة جديدة. رئيس الحكومة اللي قبلوا سواء فلان ولا المقال ولا ما 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 ما
احنا من المفروض انه السيد رئيس الحكومه يشوف الفساد والمفسدين اللي راهي عايشه الجزائر. وين كانوا اذا كنا نجيبوا احنا المال ويسرقوه من حبيبيه؟ وين كانوا نهار كان صبيحه تاع سلطاك واحد سلطاك اثنين صبيحه اولاد بنما بيع القوائم في وقت تاع حساب سواء في مثلا الناس اللي يروحوا للبرلمان باش يمشوا في احسن في كانوا يبيعوا في الشعب يبيعوا في القوائم. وين كان احنا؟ وين كان من قضايا تاع الفساد؟ كان هذاك النهار اللي اتهم بقضايا الفساد في سلطة الشريك خالد وكان عند كان هناك امر دولي صدر في حقه جهه القضاء اصدر مذكره الدوليه من ناحيه قانونيه يجب افراغها. واضح. نعم اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبد القادر لك حل المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من مدينه سمسيلت. ينضم الي الان الاستاذ عبد القادر غازي ناشط في المجتمع المدني. مرحبا بك استاذ غازي. مرحبا الاخت سميه. أستاذ غازي الجنوب وسكان الجنوب يعانون من تهميش ويقولون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية بطالة تهميش بيروقراطية أزمات اجتماعية يعاني منها سكان ومواطنو الجنوب. ما تعليقك باعتبارك أستاذ عبد القادر ناشط في المجتمع المدني؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العالمين. نحييك ونحيي القناة المغربية وضيوفك الكرام والمشاهد الكرام. نعم الأخت هذا أكيد بأن الجنوب يعاني ويعاني وهو ليس من الدرجة الثانية بل هو تحت أقصى درجة صفر. لأن ولو أن الجنوب هو مصدر قوة الجزائر لأن النفط هو المصدر الوحيد يطعم الجزائريين. وللأسف الشديد الجنوب راه يعاني التخلف التهميش الإقصاء في كل القطاعات وعلى كل المستويات. الجنوب فيه كل الطاقات، طاقات نفط، طاقات سياحية، طاقات فلاحية، لكن للأسف الشديد سياسات العرجاء والاستراتيجيات الغير مدروسة وغير دقيقة وغير علمية هي اللي تركت الجنوب يعاني ويعاني ويعاني. نحن نتأسف ونتألم للوضع المزري اللي يعيشه الجنوب. الجنوب راه يعاني من قساوة الطبيعة أولا، ثانيا هو يعاني من قساوة وظلم وحقرة منظومة الحكم. الجنوب لديه كفاءات علمية شبانية صادقة مخلصة تستطيع أن تنهض بهذا الجنوب وبالوطن عامة. نحن نقول لماذا هذه السياسات؟ لماذا المواطن في الجنوب يعيش كأنه في غير وطنه الحبيب الجزائر؟ المواطن في الجنوب متذمر من الوضع اللي فيه الجنوب. ليست لنا مرافق عمومية على الطرق الحضارية والطرق المتقدمة المتطورة، ليست لنا هياكل قاعدية في المستوى. الجنوب ليست فيه مشاريع تنموية لا من فلاحة ولا من سياحة ولا من صناعة. كل ما نعيش منه ونقتات منه أختي الكريمة الفاضلة وإلى الشعب الجزائري يأتينا من الشمال. ليس لدينا إنتاج في الجنوب. نحن نطالب وندعو منظومة الحكم الحالية أو المنظومات التي تأتي من بعد هذه المنظومة التي نتمنى ونرجو من الله العلي القدير أن يخلصنا منها، لأنها هي السبب في تذمر الجنوب والوطن عامة. نقول
لازم وواجب على الشرطة أن تفتح أبواب التوظيف، أبواب التشغيل، أبواب المشاريع، أبواب التنمية للجنوب. الجنوب راه مهمش، الجنوب راه مقصى، الجنوب راه محقور. شكرا، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد القادر غازي الناشط في المجتمع المدني، شكرا لك على هذه المداخلة. ينضم إلي الآن الأستاذ نوفل شكاوي ناشط حقوقي من الجزائر، مرحبا بك أستاذ نوفل. مرحبا بك يا أختي الكريمة، ومرحبا وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة المغاربية. أشكرك أستاذ نوفل. أستاذ نوفل، الحديث عن التنمية في الجنوب والغاز الصخري أثارت عدة تساؤلات وعدة جدل في الساحة الاجتماعية في الجنوب، هذا الجنوب الذي يعاني من تهميش حسب ما قال ضيفي الكريم عبد القادر غازي، تهميش كأنه مستقصد، ما تعليقك أستاذ نوفل الشكاوي؟ هو صراحة لا أختلف معه في التهميش، وأضيف له يعني إحنا بعد زيارتنا للمناطق الجنوب واحتكاكنا بالمواطن وجدنا هناك ذهنية غير الذهنية السائدة في مختلف ربوع الوطن، هناك فرق وهو بالإحساس بالمواطنة، وهي وعنده الحق. يعني أنا كمواطن أسكن في الجنوب والخيارات كل والبناء قائمة من خيارات الجنوب أين أسكن ولا أستفيد منها. هناك إطلاق الدولة أطلقت من قبل تصريحات رنانة قالت لك نصدر الجنوب مثل دبي، ولكن لا نرى بالملموس. هناك أغلفة مالية كبيرة التهمت بداء التنمية في الجنوب ولم ترى النور. يعني احنا نتكلم عن الوقائع، الوقائع تقول غير ذلك، تقول أن الجنوب الجزائري كأنك لست في الجزائر، وجميع التصريحات الرسمية مجرد استهلاك إعلامي. وكثير من الاحداث بينت ذلك، من بينها احداث التوظيف. لحد الساعه ما زال ملف شائك وغير مضبوط. من المسؤول؟ هل هم ابناء الجنوب؟ لا، ليس هم المسؤول. المسؤولين المركزيين ليسوا واقفين على الوقائع. من حق ابن الجنوب انه يحس انه مهمش، انه مواطن من الدرجه الثانيه، وهذا كل راجع لتعامل السلطه وتجاوبها سواء مع متطلبات العيش تسمى او متطلبات المواطن كي يخرج يطالب بحقه. كاين اللي يتهموه بالانفصال وتدخل فيها، تدخل تحول عن موضوع، يعني المطالب الاجتماعيه تحول الى موضوع اخر. نعم استاذ نوفل شكاوي، استاذ نوفل، الجنوب هذا الجنوب الذي يعتبر يعني مخزن للثروات، مخزن للبحبوحة، يعني من قبل كان الغاز والبترول والآن جاء الغاز الصخري ليستغل في هذا الجنوب. سكان الجنوب يرفضون إطلاقا استغلال هذا الغاز الصخري لما له من أضرار على البيئة وعلى المياه الجوفية هناك. ما تعليقك على هذا القول واستغلال الغاز الصخري في هذا الظرف بالذات؟ يعني أخي أنا أتأكد من موقع عشنا مرحلة الغاز الصخري عندما أطلقته الدولة في البداية، وكنا من بين الملاهبين الشديدين لهذا المشروع كما قلت، من أضرار تاعو الطبيعية ومن خبراء، يعني خبراء يعني كانوا في المستوى وأطلقوا تصريحات علمية بحتة وليس تصريحات خاضعة للسياسة. مشكل الغاز الصخري هو مشكل عقود، يعني كما يعني من كل العقود التزمت بها الدولة في العهد الرابعة مرغمة، ولكن نقولوا لهم المشكل الصخري هذا كيف الآن يخرج للعلن في هذه المرحلة بالذات. احنا عشنا قبل هذه المرحلة مرحلة تنويم وفقدان أمن للمواطن، قالوا له باللي الدراهم خلصوا وصحيح ما نقدروش نسلكوكم في نوفمبر، كانت حالة خوف. هما استغلوا، عرفوا كما نقولوا، تعلموا من التجربه السابقه، صنعوا حاله خوف وحاله شي عدم امان عند المواطن باش يتقبل هذا المشروع، وبعد خرجوا له بمشروع غاز الصخري كانه هو المنقذ للاقتصاد الجزائري، وهذا خطا كبير. نزيد انا عبر قناتكم اريد صريح، يعني هذا الكلام موجه لجميع المواطنين الجزائريين. الناس مش تعتقد في ذهنها ان الغاز الصخري محصور في عين صالح ولا في الجنوب، لا، الغاز الصخري هذا الانتاج تاعو في جميع ربوع الوطن، راهو خزان كبير في جميع، وكينس ما ينسش في الجنوب، راح ينس جميع ربوع الوطن. نعم.
شنو هذه القضيه؟ مش معنيين بها ابناء الجنوب، معنيين بها المواطنين الجزائريين ككل. واضح. مشروع استغلالي، كيف اسمح لي يا اخت، كيف من قبل اثناء توليها الرئاسه كاميرون رئيس ماكرون ورئيس فرنسا، عفوا ماكرون رئيس فرنسا، اول تصريح يقول لهم ملف الغاز الصخري ما تزيدوش تتكلموا عليه. وبعد احنا نطلوا علينا هنا يقول لك لا مشروع الغاز الصخري فيه فوائد وراح يعد الاقتصاد، هذا راه واش كيما نقولوا استشفاف بالعقول. احنا ما لدينا عندنا البدائل، الغاز الصخري البدائل كاينه في الجزائر والخيارات تعدد ولا تحصى. واضح. جهه بحريه عندها سلاحها، يعني كثرنا مهاترات وكثرنا خضوع للابتزازات. الان عندنا نشوفوا في دولتنا انها تخضع للابتزاز. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ نوفل شكاوي الناشط الحقوقي، كنت معنا من الجزائر. الشكر موصول إلى ضيوفي الذين شرفونا بمداخلاتهم، وموصول إليكم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بألف خير وفي أمان الله.